في خبر كده استوقفني من أيام. الخبر بيقول إن عدد العملاء المستفيدين بنظام التقسيط وصل لمليون ومئة ألف عميل، وإجمالي السلع اللي تم تقسيطها من شهر يناير لمايو كان بيقدر بأربعة مليون وتسعمائة ألف جنيه. فعندنا سؤال النهاردة هنطرحه على حضراتكم، والسؤال بيقول لو أنت نفسك في حاجة وما معكش فلوسها، يا ترى هتقسطها ولا هتعمل بالمقولة اللي بتقول على قد لحافك مد رجليك؟ جمانة. لا يا عبد الصمد، يعني أنا مش أنسف شخص قوي يرد على السؤال ده، بس أنا أقولك يعني يمكن دلوقتي نظام التقسيط بقى أكتر بقى نمط، أكتر ما إنه بقى اللي مش معاه فلوس بيشتري بالتقسيط. دلوقتي اللي معاه يعني بالك فلوس أو معاه فلوس على بعض مبلغ على بعضه بيحطه مثلا في البنك او بيستفيد بيه وبيشتري اللي هو عايزه بالتقسيط، حتى لو كان معاه ثمن الحاجه، حتى لو كانت بنسبه فايده بسيطه. فيمكن دلوقتي ما بقتش فكره ان هو حد معهوش فلوس، الناس بقت عايزه تحافظ على المبلغ اللي معاها. ولكن بنشوف حاجات غريبه بقى بتتقسط بصراحه، يعني في حاجات في حاجات يعني مش ضروري، مش حاجات مش ضروريه بتتقسط. وبرضه لو بصلها من الجانب المشرق للموضوع، احيانا الواحد بيحب يستثمر في سعادته، يجيب حاجه حتى لو مش مهمه، بيبقى سعرها غالي شويه بس بيبقى عايز يجيبها فممكن يقسطها. ايه اللي ممكن تستثمري فيه وتقسطيه؟ لا انا اي حاجه يعني، ما لا ما لا انا اي حاجه، أي حاجة. وعلى فكره يعني هو المفروض انه فعلا زي ما انت قلت على قد لحافك مد رجليك زي ما انت قلت كده، بس يعني انا مش هدعي ان انا بطبق المقوله دي، ولكن هو الصح فعلا ان انت حتى لو هتقسط حاجه تبقى عامل حسابك عليها، يعني تبقى عارف انه في الشهر ده مثلا انا هزود على مصروفي قسط بكذا، فبقى عامل حسابه يعني حتى القسط ما يبقاش بطريقه عشوائيه كده. فحتى لو هتقسط لازم تبقى عامل حسابك وتبقى عارف ده هيأثر معاك مش هيأثر معاك، هيجي على حاجه ضروريه او مش هيجي على حاجه ضروريه. يعني انا اختلف عنك شويه، لان انا في مقوله عندي برضو ماشي بيها كده، الضرورات تبيح المحظورات. فانا بالنسبه لي انا ما بحبش التقسيط، لان بحس الجزء كبير برضو يعني هو المرتب فيه كام مثلا 1000 جنيه هقسطها، فما انا ماشي بالمبدا ده. ففكره اللي انا الاقي بقبض واحط فلوسي كلها اقساط وبفوايد لا، لكن في بعض الاشياء هقسط عربيه. فانا بالنسبه لي هي حاجه مهمه علشان خاطر هدفع فلوس في مواصلات او في اوبر او في تاكسي، فبحس ان انا عامل جمعيه مع سواق تاكسي بس انا ما قبضتش حاجه في النهايه. فلا انا احطها في عربيه وبالنهايه بقى الاصل نفسه او العين بتاعتي. فانا مع هنا يعني اي حد يقول لي انا هقسط عربيه اقول له ماشي اوكي انا معاك، لكن اقسط موبايل حاسس ان هي يعني بعيده. بتبقى حسب يعني، احيانا بيبقى زي ما قلت لك ممكن يبقى معاك ثمن الموبايل بس انت شايف ان انت المبلغ على بعضه مثلا ممكن تستفيد بيه بشكل تاني فتقسط الموبايل. وبعدين برضو في ناس بتبقى عايزه تفرح ولادها، عايزه تجيب لهم حاجه، بيبقى برضو عايزين يستفيدوا بالمبلغ على بعضه. فلا يعني كمان بجد بحس دلوقتي انه هو حسب اهميه الحاجه كده، يعني التقسيط اسلوب حياه للاسف. وزي ما انت قلتي حاجه مهمه جدا، فكره اللي انا البالك نفسه اخليه معايا في البنك واخد فوائد منه وفي نفس الوقت ادفع قسط بسيط. في ناس بتعمل كده بس ده لو البالك كبير، لكن لو انا ما معيش الاصل ده نفسه وهقسط حاجه من البدايه انا بحس اللي هو لا هنا نقطه بقى ونقعد نفكر. يعني دي مشكله طبعا يعني، خاصه لو انت معتمد بشكل كلي مثلا على المبلغ الدخل الشهري بتاعك، فدي ممكن تبقى شويه فيها خطوره. يعني الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، فما تبقاش عارف هتامن فلوس القسط ازاي بعد كده. طبعا دي فيها خطوره اكيد، بس خلينا نقول انه مش دايما بنحس يعني مش دايما بنحسبها بالشكل ده. في حد قبل كده كنت بتفرج عليه يعني هو خبير تنميه، والراجل كان بيقول لك ان انت عشان تعمل قسط لازم يبقى معاك ثمنه 6 شهور لقدام على الاقل. طبعا ده المفروض انت بتامني احتياجاتك، نفس فكره السلع الاستراتيجيه عندنا هنا في الدوله، انت بتامني احتياجاتك بالحاجات اللي 6 شهور على الاقل. فهي دي نفس الفكره، انا عشان ادخل قسط ويبقى عليا التزام لازم يبقى الكوميتمنت ده والالتزام ده انا في 6 شهور مغطيهم. بس ده علميا، ده علميا ده نظريا اكيد لا طبعا كلنا عمليا بقى انا لو معايا سعر 6 شهور قدام هاخد اجازه من الشغل. لا هجيبه على طول، مش هستنى. لا بس يعني هو احيانا فعلا بنبقى عايزين نلبي مطالب ولادنا، بنبقى عايزين نفرحهم، احنا بنبقى عايزين نفرح نفسنا. زي ما كنا بنتكلم انا وعبد الصمد، في ناس بتعتمد على انه انا احط مبلغ مثلا هستفيد بيه مش لازم في البنك بس هستفيد بيه بشكل اكبر وهقسط سعره على الشهور اللي جايه، خاصه لو الفايده بقت اقل. خاصه كمان دلوقتي عبد الصمد بقى فيه يعني، زمان كنا بنسمع التقسيط مثلا تبع بنوك
تبع لو حتى محل بعينه. دلوقتي بقى في كمان طرق تسهيل كتير للتقسيط، فبقت كتيره جدا. في فوائد ده برضه، وفي تقسيط من غير فوائد ومن غير مقدم، من غير بالظبط ومن غير مقدم. انا مع ده على فكره، يعني انا فكره اللي انا اقسط ما ادفعش فايده ده كويس. بس خليني اقول لك ان في بعض الناس بتكون مجبره، يعني اخر حاجه هقولها لك بقى في ده، يعني علشان خاطر احتياجات، ما انا عاوز اجيب التابلت ده وما معيش فلوس، بس هو مهم بالنسبه لي وهيجيب لي دخل او عائد نتيجه اللي انا شغلي محتاجه، فغصب عني هلجا ان انا اقسط حاجه زي كده. اعتقد يا جمال، وعلى اي حال برضو يعني الاسراف في اي شيء مش لطيف. يعني فكره ان انا ابقى عايزه اجيب الكوبايه دي فاروح اجيبها انا مش محتاجاها وعايزه اجيبها قسط مثلا سعرها غالي، مش حاجه لطيفه. فيعني خلينا في الايه، خير الامور الوسط. أعتدلي. يعني نبسط نفسنا ونبسط ولادنا ونبسط اهالينا، بس في نفس الوقت ما نزودهاش قوي برضو. طيب ده سؤال حلقتنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا. السؤال هو مره تانية، لو نفسك في حاجه وما معكش فلوسها تقسطها ولا زي ما انت قلت يا عبد الصمد؟ السؤال اللي قال مش السؤال يعني لا، نبقى عارفين كده، نحاسبين فلوسنا وعارفين هنعمل ايه وما نعملش ايه. وقولوا لنا برضو ايه اغرب حاجه انتوا ممكن تكونوا اشتريتوها او سمعتوا ان حد قسطها. ده سؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك زي ما قلت لحضراتكم، مستنيين اجاباتكم وهنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.